بيقولوا عرفات ما لاقينهوش في الجزيره. راح فين؟ الله اعلم، فص ملح وداب. سبحان الله، هو رجل يعلم برب. الحج عجمي قلب عليه الدنيا. والحج عجمي عامل ايه؟ رايق؟ رايق؟ اشمعنى؟ كل ما تقولي اسمه عينك تلمع. اتلم يا بت. مش جوزك؟ وليه مش عايشة عندك خالص؟ كان جوزي وخلاص اتطلقنا. ليه؟ أمر الله. زعلك؟ عمره. عشان اتجوز عليكي؟ الأول قلت هستحمل، الدنيا ما رضيتش، قالت لي خدي عندك. هو اتجوز وولدي مات، كل حاجة دمها تقل، والدنيا ادتني على دماغي وما رحمتنيش. لا يا بوه، الدنيا مش كده. ليه تخليها تغلبك؟ لازم انت اللي تغلبيها، ما تخليش البت الصغيره تاخده منك. ومميت الصغيره ما بتغلبش الكبيره. تغلب ابوها؟ انت حلوه وعندك الدلال والجلع كله. كان ولسه زي ما انت. خلاص، مرته حبلي، هو فرحان، ربنا يبارك له. برضه تغلبيها والحبل اتسقط ويكرهها ويتشائم منها كمان، كله في يدك. ايه؟ يجيلك راكع. انت ما تعرفيش العايق. جاهز؟ جاهز ليه؟ عشو حكي من هنا؟ عشان اشوف ربنا هنا جيك كيف. لا حول ولا قوة الا بالله. ارمي. مش خايف؟ تبقى عارف انك مش هتموت. صح. لا، عارف اني هموت وارتاح. تعرف انا رميت كم بني ادم من هنا قبل كده؟ تفرق في ايه؟ كثير كثير قوي. بس دي أول مرة أرمي واحد عشان أشوف هيموت ولا لا. تصدق بالله أنا أستاهل أترمي وأموت، تكسر 100 حتة. ليه يعني؟ من عمايل السودة. أنا عجبتني عباية خلدون قوي يا غاش. عباية؟ عباية إيه دي؟ عباية حلوة قوي. لبسهاني خلدون ابن اللزينة، لقيت قطرية وعدفي ولونها مليح. تاني يوم زعقلي العيال الصغيرة عشان اتأخروا،